هي كمان لا يليق ان تكون الدوله بتاخد خطوات ثابته نحو توطين الصناعه هنا عندنا وما يكونش عندنا مدارس زي دي. صحيح طبعا صح. بكل تاكيد يعني على اي حال خلينا نروح طرق بتتقفل وطرق بتتفتح. صحيح بالظبط. هنروح لمنى بقى تطلع لي هي على الطرق اللي بتتفتح وبتتقفل هتقول لنا تفاصيل بقى يعني تفاصيل الجوله المروريه معاك يا بنى. الجوله المروريه مش معايا، الجوله المروريه مع محمود جميل دلوقتي. زي ما قلنا في بدايه الحلقه في بعض الاغلاق اللي هنلاقيه في بعض الطرق، دلوقتي محمود جميل هيقول لنا على الطرق البديله اللي نقدر نسلكها علشان نوصل بسلامه والامان. هنكلم دلوقتي محمود جميل اللي موجود في الإدارة العامة للمرور. صباح الخير عليك يا محمود. النهاردة قول لنا بقى إيه الطرق البديلة اللي نقدر ناخدها، وقول لنا كده وصف متكامل لحالة الطرق دلوقتي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم طبعا في فقرتنا المرورية اليومية في برنامج صباح الخير يا مصر. يمكن زي ما قلت اتكلمت عن الطرق المغلقة، يمكن احنا النهاردة موجودين في الإدارة العامة لمرور الجيزة، فبنستعرض مع حضراتكم الطرق والمحاور والمناطق داخل محافظة الجيزة، لكن اقدر اقول لكم انه مازال لسه في طريق القاهرة اسيوط الغربي وطريق الجيش الشرقي لسه يعني مقفولين في اغلاق ليهم حتى الان بسبب طبعا الشبورة اللي موجودة على طريق، وحتى الآن لم يتم فتح هذه الطرق. أما بالنسبة للشبورة داخل المدينة أو داخل محافظة الجيزة فهي غير مؤثرة طبعا على الطرق والمحاور الرئيسية. طبعا بالنسبة للطرق المغلقة ممكن أن احنا البديل هيكون طبعا الطريق الزراعي حاليا، أو يعني بعض الطرق الأخرى اللي بتؤدي إلى محافظات الصعيد، لكن الطريق مصر القاهرة أسيوط الغربي مازال مغلق، وأيضا طريق الجيش الشرقي. أما بالنسبة للحركة، حركة المرور داخل بقى الشوارع ومناطق محافظة الجيزة، هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة لمرور الجيزة. عايز أبدأ مع حضراتكم بميدان الرماية. ميدان الرماية زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بميدان الرماية، سواء هذا الاتجاه المتجه إلى طريق حدائق الأهرام أو متجه إلى طريق الفيوم أو طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر، فهيكون عندنا سيولة مرورية. أما هذا الاتجاه الآخر القادم من طرق حدائق الأهرام وطريق الفيوم وميدان الحصري أو مدينة 6 أكتوبر ومتجه أيضا إلى شوارع الجيزة الخاصة بالهرم أو فيصل، فهنلاقي أن في سيولة مرورية تم رغم كمان الأعمال الإنشائية الخاصة بمترو الأنفاق. المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر نحب نطمن حضراتكم بأن ميدان الحصري هننتقل ليه حالا على هذه الشاشة. ميدان الحصري هيكون فيه سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبة يعني متجه إلى مدينة 6 أكتوبر والحي السادس أو الخارج من مدينة 6 أكتوبر ومتجه ناحية المحور هيكون فيه سيولة مرورية. أيضا هذه الاتجاهات يعني اللي بتكون داخلة للأحياء اللي موجودة داخل مدينة 6 أكتوبر هنلاقي إن في سيولة مرورية موجودة في هذا الميدان. من الانتقال من ميدان الحصري هننتقل لميدان آخر وسط الجيزة وهو ميدان النهضة. ميدان النهضة زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية تامة في جميع الاتجاهات، سواء الاتجاه المتجه إلى كوبري الجامعة أو الاتجاه المتجه إلى جامعة ميدان الجيزة هنلاقي إن في سيولة مرورية في كل الاتجاهات، والخدمات المرورية بتكون طبعا متمركزة في ميدان النهضة لتسيير الحركة في حال وجود أي كثافات، لكن دلوقتي في التوقيت ده تحديدا مفيش أي كثافات في ميدان النهضة. بالانتقال من ميدان النهضة هننتقل لميدان هام جدا وهو ميدان سفنكس. ميدان سفنكس طبعا من الميادين الحيوية الهامة، يمكن هيكون عندنا بعض الكثافات في هذا الاتجاه المتجه إلى شوارع الجيزة والقاهرة ومنطقة الزمالك تحديدا، أما هذا الاتجاه المتجه إلى المحور وميدان لبنان ثم مدينة 6 أكتوبر هنلاقي إن في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه. أسفل ميدان سفنكس هذا الاتجاه المتجه إلى جامعة الدول العربية قادما من شارع أحمد عرابي هيكون برضو أيضا في سيولة مرورية تامة موجودة في هذا الاتجاه، فإذا الكثافة فقط في منطقة ميدان سفنكس هتكون على هذا الاتجاه، ودايما بنكون يعني بنقول إن الكثافة اللي موجودة على ميدان سفنكس ممكن يكون ليها بديل بالاتجاه ناحية ناحية كوبري 6 أكتوبر، فده بيكون البديل دايما لكوبري 15 مايو. هننتقل من كوبري 15
15 مايو وميدان سفنكس إلى ميدان آخر وهو ميدان جامعة القاهرة. يمكن ميدان جامعة القاهرة نظرا لأن الطلبة بدأت في الامتحانات طبعا، فيمكن بنشهد بعض السيولة المرورية اللي موجودة في ميدان جامعة القاهرة زي ما حضراتكم شايفين، يعني ده الاتجاه المتجه إلى كوبري الدقي وشارع البطل أحمد عبد العزيز ثم جامعة الدول العربية، وهذا الاتجاه هو القادم من كوبري الدقي ومتجه إلى جامعة القاهرة وميدان الجيزة، فهنلاقي إن في سيولة مرورية موجودة في كل الاتجاهات الخاصة بميدان جامعة القاهرة. من ميدان جامعة القاهرة طبعا هذا الاتجاه هو المتجه إلى كوبري أكتوبر، فبالتالي هنتجه إلى كوبري أكتوبر. نطمئن على حالة أو السيولة المرورية الموجودة، هنلاقي إن في سيولة مرورية على كوبري أكتوبر سواء هذا الاتجاه وهو القادم من جامعة القاهرة ومتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز أو جامعة الدول العربية، أو الاتجاه الآخر القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز عائدا إلى جامعة القاهرة وميدان الجيزة. أيضا أسفل كوبري الدقي هيكون موجود شارع التحرير، شارع التحرير هيكون فيه سيولة مرورية سواء المتجه إلى ميدان الجلاء أو القادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى شارع مصدى أو متجه إلى منطقة البحوث، فهنا هنلاقي إن فيه سيولة مرورية موجودة في كوبري الدقي. بالنسبة لكوبري الدقي أيضا هننتقل إلى ميدان آخر هام وحيوي جدا وهو ميدان الجيزة. ميدان الجيزة زي ما حضراتكم شايفين هو احنا معانا يعني ثلاث منازل مهمين جدا. أول حاجة دي نزلة ميدان الجيزة طبعا اللي هيكون متجه ناحية جامعة القاهرة أو كوبري الدقي، احنا شايفين زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية. الكثافات اللي هتكون موجودة هنا هي إشارة موجودة في ميدان الجيزة بالنسبة للمتجه إلى مترو جامعة القاهرة، أما هنا هيكون شارع الجيزة أو ميدان الجيزة في سيولة مرورية. دي نزلة شارع مراد طبعا هيكون المتجه إلى كورنيش العجوزة أو متجه إلى كوبري الجامعة، هيبقى في هنا نزلة طبعا شارع مراد هيكون في سيولة مرورية. دي طبعا نزلة كوبري عباس هنلاقي ان في سيولة مرورية تامة موجودة في هذا الاتجاه. من ميدان الجيزة ننتقل الى ميدان الجلاء، وخليني اختم مع حضراتكم بميدان الجلاء. زي ما حضراتكم شايفين ميدان الجلاء فيه سيولة مرورية، بعض الكثافات اللي موجودة هي المتجهة إلى القاهرة وتحديدا كوبري قصر النيل، ولكن طبعا نظرا لوجود الإشارات هنا فهنلاقي بعض الكثافات اللي موجودة نظرا لفتح الإشارة وغلقها ثم المتجه أيضا زي ما قلت لحضراتكم إلى القاهرة. لكن بالنسبة للمتجه إلى الجيزة هنا هنلاقي طبعا فيه سيولة مرورية، وهنا المتجه إلى شارع التحرير والقادم من شارع التحرير متجه إلى كوبري قصر النيل. يمكن دي كانت أغلب الطرق والمحاور داخل محافظة الجيزة. في شبورة موجودة لكن غير مؤثرة تماما على حركة الطرق أو حركة السيارات، زي ما قلنا لحضراتكم فقط يعني يجب التنبيه أنه يتم الالتزام بالسرعات المرورية المحددة خاصة في هذه الأيام في حالة الطقس الغير مستقرة والشبورة اللي موجودة طبعا على الطرق والمحاور الرئيسية، ويريد طبعا يكون في سرعة أقل من المقررة طبعا للسير على الطرق. بنتمنى السلامة طبعا للسادة المواطنين، ودي كانت متابعتنا للحالة المرورية النهاردة من داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة. برجع لك مرة تانية يا منة في الاستوديو. شكرا لك محمود، شرح وافي من خلال الشرح اللي انت قلته برغم عدم رؤية بسبب الشبورة، احنا بقينا شايفين كويس جدا بسبب الشرح اللي انت شرحته لنا. شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسلنا في صباح الخير في الإدارة العامة للمرور. خلينا مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.